مهم جدا باذن الله مباراه سيمبا ان شاء الله يوم الثلاثاء. طيب نروح بقى لاخبار فرقتنا النهارده، وهنبدا اكيد من النادي الاهلي. النهارده دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي لفريق الكوره بالنادي الاهلي بيعلن سلبيه المسحه الطبيه طبعا اللي خضع بيها زي ما قالت سام كل اللعيبه الحمد لله، يعني المسحه كانت سلبيه، واستعدادا طبعا لرحله تنزانيا بكره باذن الله. النادي الاهلي هيطير الى تنزانيا بكره لمواجهه زي ما احنا عارفين سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. دي الجولة الثانية من مباراة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين طبعا النادي الأهلي فاز على المريخ 3-0، والمباراة أو الجولة الجاية مهمة جدا. عارفين إن سيمبا كمان فاز على فيتا كلاب، وبالتالي إن شاء الله المباراة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله يبقى الأهلي كمان بيأكد صدارته لهذه المجموعة بشكل كبير جدا. زي ما اتكلمنا المباراه ليها ظروف خاصه بتفكرنا مباراه السنديب الاولانيه يمكن في الدور التمهيدي، لكن المنافس مختلف شويه. كانت برضو الظهر وكان في بعض الغيابات، لكن النادي الاهلي زي ما احنا دايما بنقول دايما مستعد بشكل جيد جدا. ان شاء الله المباراه اللي جايه يوم الثلاثاء النادي الاهلي يحقق فيها ان شاء الله نتيجه ايجابيه ويرجع بألف سلامه ان شاء الله باذن الله.